يسمح الحجز للسفر بالطائرة في آخر دقيقة بقضاء إجازة ارتجالية. تقدم هذه العروض في كل مطار ألماني كبير، واليوم سأتعرف على آلية ذلك. سأتوجه أولاً من برلين إلى فرانكفورت، فهناك سأجد فرصة كبيرة للسفر سريعاً، وأنا أنوي ركوب أي طائرة متوجهة إلى مدينة أوروبية لم أقم بزيارتها. سأجرب حظي لدى إحدى الشركات السياحية التي تقدم مثل هذه العروض. ثمة أماكن فارغة كثيرة، إلا أن السفر عبر المدن مكلف بعض الشيء. ستكون التكلفة أقل إن أردت البقاء لمدة 3 أيام، فالمسافر يحصل على هذه العروض كلما كان مرناً. ما طبيعة الأشخاص الذين يحجزون عندكم؟ إنهم من مختلف الفئات الاجتماعية، فمنهم طلاب وأساتذة جامعات، وفروا بعض المال لقضاء إجازة جميلة. بعد 20 دقيقة وجدنا طائرة متوجهة إلى ستوكهولم. بلغ سعر التذكرة ذهابا وإيابا حوالي 500 يورو، لكنني لم أتمكن من ركوب الطائرة سريعا كما كنت أتصور، إذ تعين علي الانتظار 5 ساعات في المطار، وبهذا فقدت نصف أول يوم من إجازتي، وبعدها حان وقت إقلاع الطائرة. وصلت إلى العاصمة السويدية ستوكهولم بعد 1.5 ساعة، فبدأت بتحويل العملة. فرغم أن السويد عضوة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها احتفظت بعملتها الوطنية. توجهت إلى مركز المدينة مستقلاً الحافلة. كنت قلقاً بعض الشيء لأنني لم أحجز لي مكاناً في فندق، فطلبت مساعدة المارة في ذلك. هل تعرف فندقاً جيداً تنصح به؟ لا، فهذه هي المرة الأولى لي هنا. أين تقيم؟ مع صديقتي. إذن لن أتمكن من الذهاب معك. أتعرفون فندقاً جيداً في ستوكهولم قريباً من مركز المدينة؟ لا أعرف. أنا لست من ستوكهولم. لا أعرف. رغم ذلك عثرت على فندق في وسط المدينة. أخبرني حمال الحقائب أن الناس يأتون يومياً إلى الفندق دون حجز مسبق، فوجدت غرفة مزدوجة. إن سفري العفوي هو أكثر حدث مثير قمت به حتى الآن. الصباح التالي لن أحتاج هنا إلى الكنزة الصوفية ولا إلى بنطال السباحة. سأبدأ في زيارة معالم المدينة. أنا أعرف القصر الملكي من التلفزيون، لذا أريد رؤيته بالعين المجردة. لقد كنت محظوظاً، فعند وصولي إلى القصر بدأت مراسم تغيير الحرس الملكي، وهو عرض سياحي جذاب. بعد ذلك أردت إلقاء نظرة على المدينة من مكان مرتفع. يعد مبنى المدينة ببرجه الذي يرتفع 100 متر معلم مدينة ستوكهولم، ويمكن رؤيته من مكان بعيد. يمكن للمرء مشاهدة هيكل المدينة التي تمتد على 14 جزيرة بشكل جيد. لم أعد أعرف إلى أين أتوجه، فسألت مجموعة من السياح. مرحبا، هل أنتم في رحلة لمشاهدة المدينة؟ نعم، إننا في رحلة سياحية. أي يمكنني المرافقة؟ إذا أردت. إنها مجموعة نمساوية ترغب في مشاهدة أحياء ستوكهولم بالحافلة، ولم يتبقى أمامها سوى 2 ساعة، وهكذا أجريت أول جولة لي في المدينة برفقة دليل سياحي. كانت العفوية مجدية، فلولاها ما كنت لأشاهد المعالم السياحية مثل أصغر تمثال في ستوكهولم. وما ساعد في ترحيب المجموعة بي هو أن مسؤولة الرحلة ممن يحبون الرحلات العفوية. لأن التحضيرات التي يجريها السائح لا تتم كما يريد، تنشأ لديه صورة خاطئة، وبالتالي لا يعرف ما يتعين فعله، لذا يلجأ إلى السكان المحليين. أخذت هذه النصيحة بشكل جدي في المساء، فأنا أرغب في تجربة الحياة الليلية، لكنني لن أذهب إلى أفضل حالة قريبة. فعلمت من مجموعة من سكان ستوكهولم عن حفلة أزياء خاصة اليوم، فسمحوا لي بمرافقتهم ودخلت معهم إلى مقهى أوبرا، حيث تقام أكثر الحفلات شهرة في المدينة. وهكذا انتهت رحلتي التي أعجبتني كثيراً.
حان وقت إرسال بطاقة إلى الزملاء في البرنامج. أرسل لكم تحية حارة من ستوكهولم، وأسألكم إن كان بإمكاني البقاء لمدة أطول هنا. بحفوية تامة بالطبع.